أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أن أحدا سيسألني غيرك لما أرى من حرصك على العلم. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس؟ أسعد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. ومن ثم فإن الإخلاص قال بعض العلماء ليس فيه تفاضل، لأن الإخلاص واجب على الكل، فأين يكون أفعل التفضيل هنا؟ أفعل التفضيل هنا ليس على بابه كما قالوا، فيكون قوله من أسعد الناس بشفاعتك يعني من هو السعيد بشفاعتك يا رسول الله، وذلك لأن الإخلاص واجب على الكل فلا يتفاضل فيه أحد. والقول الآخر وهو الصواب أنها أفعل التفضيل على بابه لأنه هو الأصل، ولأن الناس يتفاضلون في الأعمال بناء على ما في قلوبهم من الإخلاص، ولذا الإخلاص ليس درجة واحدة. فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقيدها كلمة خالصا، وهذا هو أحد شروط لا إله إلا الله، وسبق الحديث عن ذلك مفصلا، وأن ما جاء في بعض النصوص من الإطلاق من أنه إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة فهي محمولة على ما قيدت به بعض الأحاديث.